ما هذه الليلة؟ ما هذه الليلة؟ ما هذه الليلة؟ ليلة مغربية خالصة جدا. حكيمي يقود ريمونتادا على انتر ميلان لوحده، وزياش يسجل هدف مجنون. لماذا لم يحتسب ذلك الهدف لزياش؟ لماذا؟ وليفربول تفوز ايضا، و تفوز بمشقة الانفس. دائما دائما كلوب يصعبها على نفسه دائما. شوفوا واش بيت تفلع لنا. انا وانا شوفوا السلام عليكم الاخوات، كتعاودوا هانيين ناشطين فرحانين كلشي زين لحظتكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبوا الفيديوهات يتابوناو. شكرا شكرا لكم، شجعونا لحظتكم. من اين سابدا وبماذا سانتهي وماذا ساسبق واين ساتحدث واين ساقف؟ مباراه في نفس الوقت وتقلب لهذه القناه، تشاهد شويه هنا تقلب، تشاهد تقلب، تشاهد. المباراه التي شدتني بصراحه هي مباراه دورتموند والانتر يا حبيبي. الانتر حكمت الشوط الثاني، لم تكن هي من تسير الكره او تسير اللعب او، ولكن تعرف الاوقات التي تهاجم فيها، تعرف الاوقات بالضبط التي ستسجل، تترك لدورتموند الكره وتقول لهم العبوا. وحكيمي ابدع في اليوم. اليوم حكيمي نجم المباراه، نجم تقييم حكيمي اليوم عليه ان يكون 10 على 10 و9 ونصف على 10. اليوم حكيمي لم اصدق ان ذلك اللاعب هو مغربي ويلعب في منتخبنا يا حبيبي. أذل دورتموند وتمسخر بهم ومسح بكرامتهم الأرض ويراوغ المدافعين ويتحسر على أخطاء عشواء، بس ليست عشوائية، أخطاء مقصودة، يعني يحاولون أن يضربوا حكيمي اليوم. ورأينا كما قلت لكم في الشوط الأول، إنتر ميلان تركت الكرة لدورتموند، قالت لا افعلي ما تريدين بالكرة، وإنتر ميلان عرفت الأوقات التي تسجل فيها وذهبت وسجلت هدفين. هدفين صراحة، هدفين ملعوبين، هدفين مخدومين، هدفين خدم عليهم، يعني عملوا عليهم، ليس هدفين من العبث، لا، هدفين لعب عليهم وتدربوا عليهم، لأن هدف ثاني بكل صراحة ملعوب. هدف ثاني كيف أرسلت الكرة وكيف رجعت لفيتشينيو وكيف ضربها، وأيضا هدف مارتينيز، رأيتم مارتينيز كيف الثقة في الناس، وصل وربى العملية ويراوغ ويترك الكرة بشوية بشويش بشويش عاد سجلها يا حبيبي. ذلك اللاعب أسطورة، ذاك مارتينيز. عليك أن تذهب إلى برشلونة، برشلونة يريدونك يا أخي، هنالك سوف تنفجر بكل صراحة، ستنفجر. وهداف، 3 أهداف في تشامبيونز ليغ، لاعب 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 انفجر وسينفجر أكثر لو أتى لبرشلونة، وربما سيأتي، ربما سيأتي. وأنت الشوط الثاني يا حبيبي دخلت لنا دورتموند مغايرة، دورتموند لم نراها في الشوط الأول. أنا أقلب لمباراة أوليفير بول أو مباراة تشيلسي، وعندما أعود أرى حكيمي سجل الهدف. عود قاموا بإعادة اللقطة ورأيت لها يا أخي هدف ممتع، هدف رائع يا حكيم، هذا حكيم يا حبيبي، مدار جناح، مهاجم، هداف. والله حيرتني يا حكيمي، أنت ربما ستحكم دورتموند، ستصبح أنت الرجل الأول في دورتموند إذا بقيت على هذا المستوى. وأنا قلت إنتر سوف تنتفض، ستتحاول، سوف تعود لكرامتها، لن تسمح بريمونتادا عليها. ويسجل ذلك براند او برنارد او لا اعرف اسمه جيدا، ذلك اللاعب يسجل الثاني. ولم استطع ان اغادر القناه، ضللت اشاهد. وياتيك اذا بحكيم ياتيك بهدف، يسجل يضعها في الزاويه الصعبه، الزاويه الميته، ويقتل كل مشجع للانتر ويقتل لكونتي ويقتل انتر بجميعها. وعند تسجيل الهدف علمت ان الانتر لن تعود في المباراه، لان دورتموند استولت على المباراه، حكمت المباراه. اخي دورتموند بدأ يظهر لأن هي من ستتأهل وستحرم إنتر ميلان من الصعود مع كونتي المدرب الرائع الذي صنع بالفعل فريق ممتع، فريق جميل، فريق قوي، فريق شرس. ولكن دورتموند يا أخي عند الشباب وروح الشباب، دائما الشباب يزيمون الخبرة، دائما هذه معروفة، لأن الشباب يكون عندهم حافز الألقاب وحافز الأضواء وحافز الوصول، دائما دائما الحوافز التي تكون عند الشباب أكثر من الحوافز التي تكون عند اللاعبين الخبرة والكبيرين في السن، لأنهم شبعوا من كرة القدم. هؤلاء الصغار يحاولون أن يصلوا لتلك الأضواء، وهذا ما يعطي التفوق لدورتموند بكل صراحة. وحكيمي اليوم رجل المقابلة، وأنا أظن أنه رجل الجولة بكل لن يأخذها منه أي أحد. سنرى مباراة الغد، ولكن اليوم يظهر لي أن حكيمي هو رجل الجولة بهذا الأداء الذي قدمه، أداء خرافي جدا. وخلينا الآن ندخل إلى مباراة تشيلسي وأياكس، المباراة المجنونة أكثر
التي اياكس انتصرت فيها بير 4-1 وريمونتادا تشيلسي عاود ثاني. مباراه الريمونتادا اليوم الليله، مباراه الريمونتادا بكل ما في الكلمه من معنى. اربع اياكس سجل، ذلك اللاعب الاسمراني لاياكس الذي سجل هدفين يا اخي، ذلك اللاعب اي اياكس يذهب الى جيل تصعد بجيل امتع من الجيل الذي رحل. ذلك اللاعب الاسمراني وسريع ويخترق خطير بكل ما في الكلمه معنى. حتى وان الهدف الاول لم يسجل له، سجل ضد ابراهام، ولكن يا حبيبي هو من تكلف بكل شيء. رايتم ايضا لاعب مغربي ايضا، فخرنا اليوم ليله المغاربه، فخرنا حكيمي كيف سجل الهدف الثاني. يا حبيبي الكره تذهب من قرب الركنيه، والكره تذهب الى الزاويه 90 وترجع وتخبط في الحارس وتدخل. ما هذه المتعه يا حكيمي. انا كنت اتمنى لو حسبت لي حكيمي، لان تستحق. الحارس لم يتسبب، لم هو من يريد ان يدخلها، فقط ضربت فيه ودخلت. اتركوها باسم حكيمي. لماذا؟ وتسجل اياكس الثالث والرابع، وتصبح النتيجه 4-1، واقول ان المباراه صافي انتهت، ويعودون عاوتاني للتكلاخ وللحضيض ما اعرف لماذا الفرق تلعب بهذه الطريقه، تضمن المباراه وتعود للدفاع وتقول انها صافي ضمنت الفوز. ويبدا تشيلسي طك طك، جول الاول، ثاني الجول، الثالث الجول، الرابع، وانا لا اصدق. وتخرج المباراه بالتعادل. انا اظن ان تشيلسي هي من سرق التعادل، واياكس استحقت لم تستحق التعادل، ولكن هي من تسببت فيه وتستحقين لانك تهاونت في اواخر الدقائق. وانتهت بهذا التعادل. مهم، مباراة ممتعة الممتعة، 8 أهداف، انظر لجمالية الأهداف، وهدف ينسيك في هذا، هدف ضد مرمى، هدف ضربة جزاء، كل الأهداف رأيناها اليوم. يأتيك عمي كلوب ويرجع إلى عاداته التكلاخية وعاداته المرضية وعاداته الفقساوية وعاداته. أنا في أرى ليفربول منتصرة ب2-0، قول واه ليفربول عندما تنتصر لا تعود للدفاع، هذا ما يميز ليفربول، تنتصر ب2، يحاول ماني ان يضرب الثالث، يحاول صلاح ان يضرب الرابع، يحاول فيرمينيو ان يعطي الخامس، تاك تاك، لا يتوقفون عن التسجيل. اذا بفريق جينك اراه يضربهم بيت الاول، واقول هل حتى ليفربول هذه الليله ستعمل على ريمونتادا؟ واخاف 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 واخاف، والله سترى معهم. وخرجوا باقل اضرار، فوز بسيط ب2-1، وتشامبرلين، هذا تشامبرلين يا اخي الذي انقذهم. ليس النتيجه لم تكن 1-1 وهو من سجل الثاني وانقذهم، لا، هو من سجل هدف الثاني، ولكن هذا اللاعب يا اخي بدا يتالق مع ليفربول بطريقه مجنونه، لم يكن يلعب الموسم الماضي وهذا الموسم يا اخي، عندما يدخل ينقذ ليفربول، عندما يدخل ينقذهم، هدف يضع اسيست، اهدافه جميله، واليوم ايضا هدفه جميل، عندما يدخل يسجل. هل تشامبرلين سيهدد احد المراكز الثلاثه، ماني وصلاح وفيرمينيو، هل سيهددهم؟ لان مستواه صاعد لا ينزل، لحد الان مستوى تشامبرلين لم ينزل، دائما مستوى تصاعد، يدخل يعطيك هدفين، في رايناه في مباراه الارسنال والتي كانت في الكاس الرابطه الانجليزيه، عندما سجل اهداف ممتعه جدا، والمباراه التي سبقتها يسجل، عندما يدخل يسجل اهدافه تكون حاسمه دائما. هل هذا تشامبرلين؟ انا اظن انه سوف يبدأ يعطي الرعب والخوف للثلاثة اللاعبين ليفربول الأماميين، ماني كما قلت لكم، ماني وصلاح وفيرمينيو، لأن مركزهم أصبح على المحك بسبب تشامبرلين، لأنه لو انقض على مركز منهم لن يفرط فيه أبدا، لأنه بصراحة لاعب رائع بمستويات ماني وصلاح وفيرمينيو بكل صراحة. لا، إذا بقي في هذا المستوى، وكما قلت لكم ليفربول سترى معهم الله، وفازوا وخرجوا من 3 نقاط، ربما ضمنوا التأهل تقريبا نسبة 90% وتأهلوا. والمشكل تعقيدات بقيت عند أياكس وعند تشيلسي وأيضا عند دورتموند وإنتر والبارسا، مازال تعقيدات كثيرة جدا، تلك المجموعة معقدة لأبعد الحدود. ان انتر ودورتموند وبرشلونه لم يضمن احد التاهل، واي فريق فيهم يمكن ان يتاهل، واي فريق يمكن ان يقصى، ربما برشلونه ستقصى على حساب دورتموند وانتر ميلان، لا نعرف. وسلافيا براغ ايضا يمكن ان تتسبب في اقصاء فريق من انتر ودورتموند، لا نعرف، سنرى كل هذا
في الأسابيع المقبلة، وليلة ممتعة كروية، ليلة جميلة جدا استمتعنا، وكل شيء رأيناه والفقسة مع برشلونة والغضب، ومهم عوضنا ذلك في هذه المباريات، وغدا أيضا مباريات في القمة، وكونوا في الموعد انتظرونا، والسلام عليكم.